السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت لكم بفيديو جديد والذي سيكون عن حل أنتج صفحة 27، وليس أقوم إنتاجي، أعيد وأكرر، سيكون عن حل أنتج صفحة 27. إذا كنتم تودون حل أقوم إنتاجي ستجدون في القناة ذاك الفيديو. إذا قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، الضغط على زر اللايك، نشر المقطع لتعم الفائدة، وكذا القناة الرئيسية الخاصة بالمحتوى الترفيهي ستجدونها أيضا في صندوق الوصف، حساب انستغرام خاص بهذه القناة سوليسيون سام ستجدونها أيضا في صندوق الوصف. إذا نبدأ على بركة الله. طبعا إذا كان عندكم طبعا إذا كان عندكم أي مواضيع تريدون حلها فقط أخبروني في التعليقات وسألبي إن شاء الله طلبكم. إذا نبدأ على بركة الله. عندما أتنقل يوميا بين المتوسطة والمنزل، بين المنزل والمتوسطة، اعتدت مشاهدة مجموعة من المراهقين والمراهقات لا يعرفون والمراهقات عفوا لا يعودون إلى منازلهم. لا يعودون إلى منازلهم. يمارسون مختلف الأعمال السيئة، عفوا، والمشينة. هذا بخصوص المقدمة، ننتقل إلى العرض. إذا إن الآفات الاجتماعية سلاح فتاك يهدد المجتمع، يهدد الفرد والمجتمع، وأصبحت أكثر انتشارا هو هنا تمييز، وأصبحت أكثر انتشارا عدد نبوغ هذا الغيل الجديد. وذلك بسبب توفر الإمكانيات فترى الآن شبابا شابا عفوا يدخن ولم يستقم عوده بعد، أي أنه لم ينضج بعد. وليس هذا فقط، أصبح السب والشتم كلام
لا يخلو من الحديث، وكذلك انتشار الفحش والمنكر والظلم. تحرش الشباب إذن، فإن عندة الاستمرار علة استمرار عفوا وليس الاستمرار علة استمراري فإن علة الاستمرار هذه الأعمال المشينة هو إهمال للوالدين لأبنائهم، وإهمال الوالدين عفوا لأبنائهم. والفراغ الذي يملأ حياتهم يملأ عفوا حياتهم والشعور بالملل. وانحراف المجتمع عفوا عن قيمي ومبادئ دين الإسلام وعدم عفوا وعدم توفر الظروف المعيشية الحسنة إلى آخره. نضع نقاط. إذن للحد من هذه الظواهر يجب على الإنسان أن يكون قويا ووفيا لما أوصانا به محمد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. صلوا على رسول الله. أوصانا به عفوا وذلك وكذا قضاء وقت الفراغ في الرياضة في ممارسة الرياضة فاصلة وطلب العلم وأداء العبادات. إذا هذا بخصوص العرض. نضع نقطة. نعود إلى السطر. في خلاصة القول، لا تنسوا البياض من فضلكم. في خلاصة القول نقول أن لكل داء دواء،
أن لكل داء دواء. فللتخلص عفوا من هذه الآفات التي تهلك المراهقين، يجب على المسؤولين والقائمين والأسر رعايتهم والعناية بهم. إذا هذا بخصوص موضوعنا لهذا اليوم. إذا سأعيد قراءته كالعادة. عندما أتنقل يوميا بين المنزل والمتوسطة، اعتدت مشاهدة مجموعات من المراهقين والمراهقات لا يعودون إلى منازلهم، بل يمارسون مختلف الأعمال السيئة والمشينة. إن الآفات الاجتماعية سلاح فتاك يهدد الفرد والمجتمع، وذلك بسبب توفر الإمكانيات. فترى الآن شابا يدخن ولم يستقم عوده بعد، وليس هذا فقط، فأصبح السب والشتم كلام لا يخلو من الحديث، وكذلك انتشار الفحش والمنكر والظلم. فإن علة استمرار هذه الأعمال المشينة هو إهمال الوالدين لأبنائهم، والفراغ الذي يملأ حياتهم، والشعور بالملل، وانحراف في المجتمع عن قيم ومبادئ دين الإسلام، وعدم توفر الظروف المعيشية الحسنة. للحد من هذه الظواهر، يجب على الإنسان أن يكون قويا ووفيا لما أوصانا به محمد خير الأنام، هنا فقط نسيت الميم، عليه الصلاة والسلام، وكذا قضاء وقت الفراغ في ممارسة الرياضة، وطلب العلم، وأداء العبادات. في خلاصة القول نقول أن لكل داء دواء. للتخلص من هذه الآفات التي تهلك المراهقين، يجب على المسؤولين والقائمين والأسر رعايتهم والعناية بهم. إذا هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل. فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر اللايك، ونراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه.